السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في الويندوز، تمام؟ يعني أول ما بتعمل أبديت بتلاقي حاجة اسمها كوبايلوت بدأت تظهر لك. الجميل إن هو مش بس فكرة إن أنت تسأله سؤال فيجاوب، يعني مش شات جي بي تي وخلاص، لا، في خاصية جميلة جدا، تمام؟ زي مثلا إيه؟ أو خواص، يعني بدل ما تقعد تدور على حاجة معينة تقدر تكتب له أنت عايز إيه. يعني هقول له مثلا تيرن أون دارك مود، ماشي، تيرن اون دارك مود. انا مش بسأله سؤال، ده انا بقول له عدل لي في الخاصية ديت. بيقول انت عايز تعمل دارك مود، هقول له اوكي، تمام. يبدأ بقى يغير لك الشكل بتاع الجهاز كله، يعني خلاص الويندوز وكل حاجة هتبقى باللون الاسود، تمام. يعني بعد كده مش هتحتاج ان انت تدور على خاصية معينة، يعني مش هتدخل بقى ايه افتح كنترول بانر والحاجات دي. طيب خلينا نسأله كده، اوبن كنترول بانر، بانر ما جابهاش، جاب على السؤال. طيب هقول له ايه؟ تيك سكرين شوت، تمام. يعني في حاجتين، في ان انت تساله سؤال فيبدا يجاوب عليه، وفي ان انت بعد كده تبدا تديله اوامر، تقول له مثلا افتح الوورد، افتح الكذا، تمام. هو ستارت سنابنج تولز بدا يفتح فعلا الاداه هي، وتقدر ان انت تاخد لقطه لو انت حابب، تمام. فدي ميزه هتبدا واحده واحده تبقى موجوده، زائد ان هم بداوا يدخلوا خاصيه الصوت، فانت ممكن تساله بالصوت، وممكن تقول له مثلا turn off dark mode. يعني ممكن بعد كده تبقى بالصوت تبدأ تدي له اوامر، تقول له افتح لي كذا، او شغل لي كذا، او اعمل لي كذا. فاضافة الكوبايلوت جوه الويندوز دي هتبقى حاجة نقلة رهيبة جدا، تمام. فيعني توقعوا كل جديد في الفكرة دي، يعني اختراعات بتندمج مع بعض بحيث انها تمام. اهو تيرن اون، خلاص تقدر تقول له يس، يبدأ يشغل لك بقى الدارك مود لو هو مش شغال. طبعا المفروض بعد كده نقول له تيرن اوف دارك مود. فالموضوع فعلا ظريف، يعني عجبكم ان شاء الله.